ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى ومعنا ضيف مهم جدا، هو أستاذ عوني صادق المؤلف والسيناريست، أنتج له صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سلسلة أطفال جواد ومسلسل الدمية، وأنتج له ألوان من الحب، وصدر له 6 روايات هي الجولة الأخيرة وليلتان بعد الألف وثقب أبيض وكأنه قد حدث، ومسلسلين بعنوان قصر البارون وتوأمي والكاشف ومسلسل الأنفوشي وعيون الذئاب. أهلا وسهلا بحضرتك استاذ عوني، منورنا النهارده في برنامج انا والملكه، والبرنامج النهارده بيتكلم عن تغير وتطوير العلاقات الاجتماعيه سابقا في الماضي وعن الحاضر. فطبعا احنا عايزين نتكلم مع حضرتك، ان الاستاذ مجدي يسالك الاول. اتفضل استاذ مجدي. رواياتك يمكن اثرني كلمه دموطيك شويه، لان انت عارف بتوع تاريخ وكده، دايما ملاحظ عندك جنكيز خان والمغول عاملين شغل او في معظم احداثه. ايه العلاقه ما بين المغول دايما؟ يعني كذا روايه من عندك دايما بنجد المغول. بس ده علاقه حيه. اتفضل. علاقه ان في قوه بتبقى مهيمنه في لحظه تاريخيه معينه وبتبقى. ايه علاقتها بالحاضر؟ طب اكمل. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. فال حكايه الارتباط التاريخ بالحاضر، لابد ان نقرا التاريخ لكي نستفيد منه وناخذ منه العبره. لما تيجي قوة مهيمنة وحيدة على العالم بتبدأ تسيطر بشكل فردي وتجتاح العالم بشكل، مثلا التتار أو المغول فيما بعد هما جنس واحد، يعني اجتاحوا العالم كله من شرقه إلى غربه، زي ما بيقول جمال دكتور جمال حمدان الله يرحمه، كإعصار همجي. ولأنه كان بيبقى ضد الحضارة، وناخد كلمة ضد الحضارة دي في حاجات بالظبط، شكل انهم مسكوا مكتبة بغداد اللي كان بيقال عنها عاصمة الدنيا في هذا الوقت، مسكوا المكتبة بتاعتها ورموها في نهر دجلة لكي يعبروا بالخيول بتاعتهم. اي مجتمع همجي بيهجم على دولة حضارة اكلها الطرف وفي لحظات ضعفها، فبيبقى اول حاجة عاوز يقتلها الثقافة. اكيد. فكانت رواية تيموجين بتحاول انها تؤرخ لجنكيز خان انه كيف انتقل من قبائل الرعاة الى انه سيطر على العالم كله، يعني لدرجة انه مثلا خد شرق اوروبا. ولما جه حس ان لابد انه بعد ما ابنه هولاكو او حفيده سيطر على بغداد، هو اللي فتح بغداد مش جنكيز خان، لانه كان مات وقسم التركه بتاعته، قسم العالم، التركه بتاعته كانت العالم، قسمها على اولاده 4. فبدا بدا هم بقى في روايه بتعرض على الشاشه الان يا استاذ عوني اسمها توأمي. توأمي بتتكلم عن ايه الروايه دي؟ يعني على السريع. على السريع. على السريع. هي توأمي عباره عن ان الانسان، يعني قضيه التوأم لم تعالج لا دراميا ولا فنيا بشكل انا شايفه بشكل صادق. ايوه. التوأم بيحس بتوأمه وبيحلم احيانا نفس احلام. نفس الاحلام. نفس الاحلام. شكل مثلا علي امين كان منفي في لندن، وكان اخوه مصطفى امين هنا. كان يفاجئ يحس ان في خطر على اخوه فيتصل بيه الصبح او يبعت له تليفونات، لان الاتصال كان يقول له حصل كذا، يقول له فعلا حصل كذا. فحكايه الارتباط الروحي بين الاثنين التوأم دي بتبقى قضيه. يعني حضرتك عامل القصه دي عن الارتباط الروحي بين الاثنين التوأم. لا هو في قصه ان في واحد مات. اكمل بعد اذن حضرتك. اتفضل. في واحد قتل اغتيل وكان المقصود الثاني. فبدا الثاني ده يعيش حياه اللي مات. بدا يتقمص، مش يتقمص، هو عاشه بالفعل. لدرجه انه كان بيوقع باسم توأمه على اي قرارات، لانه اصبح راجل اعمال كبير جدا. ايوه. والمافيا اللي قتلت اخوه جت تنتقم منه. فوصلت له في الاخر وقالت له احنا عارفين ان مش انت مهران اللي مقصود تقتل. والله انا شايفه ان روايات حضرتك فيها عمق شديد جدا في التفكير يا استاذ عوني، يعني عميقه، يعني بتحس ان المعاني اللي فيها والعبارات عايزه عمق شديد جدا في التفكير. طيب احنا دلوقتي طبعا روايات عظيمه جدا، وانا قريت لحضرتك طبعا يعني احداهم روايه روعه، حضرتك فعلا من المؤلفين الموهوبين، وان شاء الله يعني نشوف لحضرتك قريب مسلسلات وافلام جديده تغذي الساحه الفنيه بمواضيع مهمه جدا احنا عايزين نتناولها دلوقتي، الا وهي طبعا يا استاذ عوني ان احنا عايزين نغير الجيل والنشئ الجديد بافكار جديده وطرق جديده، بحيث ان احنا طبعا نغير
الأخلاق اللي حضرتك طبعا شايف إنها يعني حاليا اتغيرت، العلاقات انهارت، فاحنا ده دور الفن ان احنا عايزين نكلم حضرتك فيه. ايه دور الفن في المرحله اللي جايه ان شاء الله ان هو يطور العلاقات دي ويرجعها زي الماضي؟ اقول لحضرتك اتفضل. الفن ليس مرآه للمجتمع. ازاي يا استاذ عاوز؟ ما انا هقول لحضرتك ولكن هو مرآه للصوره المثاليه التي يراها الكاتب ويحاول ان يتطلع اليها المجتمع وينتقل اليها. شكل مثلا احنا زهقنا الفتره من العشوائيات والحاره عايزين نغير كده. انت قلت نجيب محفوظ انت يعني تربينا عليه لا ما اقول لحضرتك التناول بعمق لاي قضيه ده المهم. يعني كان في واحد مخرج مسرحي جميل قال لي كلمه، بقول له انت ازاي بتخرج؟ قال لي قبل ما ازاي اخرج ازاي اقرا لاني ازاي اقرا دي هي بتمسكك طرف الخيط اللي يوصلك انك شفت ايه بالظبط. نعود للموضوع اللي انت حضرتك بتقول عليه، وهو موضوع ايه؟ موضوع كيف نطور الدراما من اجل مواكبه اللحظه اللي احنا عايشينها. ده وظيفه القوه الناعمه اللي هي الفن. ما انا اقول لحضرتك طبعا احنا عايزين نطور يا استاذ عم. نطور ازاي بقى؟ ما احنا مش هنعرض المشكله بس احنا عايزين حلها. ان شاء الله. اتفضل يا استاذ عم. انا جاي امبارح من مطروح، فمريت على برج العرب والعلمين الجديده وسيدي حنيش. ايوه. لقيت فيه هناك طفره عمرانيه ضخمه كبيره جدا في كل انحاء مصر. طب انت ما تكتفوش بقى بالاعلانات الترويجيه لشركات المعمار اللي بتعمل ده، لا ليه انتوا كناس بتكتب في الدراما تكتبوا فيه ده؟ اطلعوا من العشوائيات، اطلعوا من الحاره، خلاص اطلعوا من ملوك الجدعنه، اطلعوا من 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 من, من, من ثقافه البلطجه الى ازاي نواكب اللحظه اللي الدوله بتمشي فيها، نواكب الانجازات الجديده والروح الجديده. مثل على واحنا بنعمل دلوقتي بتتاسس جمهوريه جديده وبلد جديده. اديكي مثل على ده. يعني مثلا في صديقه عراقيه مقيمه في المانيا من اواخر السبعين اسمها سليمه صالح. بعتت لي روايه. الروايه دي كانت بتحكي قصتها مع الكانسر طول 2013 في احدى مستشفيات برلين الفخمه، واستطاعت رغم سنها المتاخر انها تشفى من هذا المرض اللي للاسف ليا قريب كان عزيز عليا قوي توفى شاب بسبب هذا المرض وما زالت الحسره في القلب. يعني الله يرحمه. ليه بقى؟ انا قلت لها احنا هنقدم هذه هذا الفيلم مثلا في المانيا تترجمه الماني وتاني. فقالت لي ده صعب. قلت لها لا احنا ممكن نعمله عندنا في العاصمه الاداريه الجديده لان فيها اماكن تضاهي اماكن المانيا طبعًا. ونعمل الاحداث كلها بشخصيات مصريه. فقالت لي انا موافقه. يعني عايزين نعرف من حضرتك في تطور ان شاء الله للدراما المصريه والفن المصري بشكل جديد يناسب العصر الجديد ان شاء الله ويبث افكار جديده جميله تصلح الاجيال يا استاذ عمرو، وده الهدف ضروري. ده بيعتمد على حاجتين اتنين. ايوه. ان نظام الورش بتاع الكتابه بيضعف الكتابه. بمعنى نظام الورش ازاي؟ نظام الورش ان في خمسه سته غاويين كتابه يجي واحد كبير ليدر كده بيجي يقسم الموضوع ويقول له انت اكتب الحلقه دي، اكتب المشاهد دي، اكتب كذا كذا كذا. بس دي حاجه عالميه يا فندم، يعني حاجه عالميه بس. طب أنا ممكن تعلق لنا على صوره القصه دي يا استاذ عوني؟ معلش الشاشه يا استاذ عوني شوف القصه دي بتتكلم عن ايه؟ قصه ايه؟ مش شايفين احنا شكلها اسم القصه ايه حضرتك؟ مافيستو فيلس. ايه قصه ايه موضوع القصه دي يا استاذ عوني على السريع عشان انت اسمائك غريبه جدا. مافيستو فيلس ديموجين يا استاذ عوني انا التاريخ كله يعني حتى دموطيك دي انا اثرني باعتبار راجل بتاع اثار ان دي احد كتابات المصريه القديمه عشان الوقت برضه خطوط استاذ مجدي يعني كبير اثري فعايزين نفهم برضه اسمع حضرتك. طب هو فاضل قد ايه علشان اختصر؟ قربنا البرنامج. هي دراستك تاريخيه يا فندم ولا دراستك؟ التاريخ ده مش حكر على مش حكر لا بالتاكيد. طب استاذ احنا أكمل بس حضرتك عشان الوقت بس. ديموطيقي من اللغه الديموطيقيه بالتاكيد اللي كانت تحريف او اللغه العاميه بتاع اللغه الشعب اللغه الهيروغليفيه. ففي ولد لقى وثيقه مكتوبه بدي ف
فبدأت الوثيقة دي تجيب له أحلام مزعجة. فبيبحث عنها بيلاقيها إنها كانت رسالة قديمة جدا وهكذا يعني موضوع حاجة تاريخية. حاجة تاريخية. القصص جميلة نرجع جدا يا أستاذ عوني، بس هي عايزة زي ما قلت لحضرتك الناس ثقافتها عالية جدا عشان تقدر تفهمها، لكن إحنا عايزين من حضرتك إن شاء الله تغذي الفن المصري بقصص ودراما وحاجات سهلة توصل لكل العقول ولكل الأفكار. أيوة. لان زي ما قلنا لحضرتك يعني دلوقتي السوشيال ميديا غيرت في صفات الجيل كله، واحنا طبعا عايزين نغيرها. هتتغير ازاي؟ هتتغير عن طريق ايه؟ عن طريق كل اشكال المجتمع، زي مثلا المساجد نبتدي نغير، الكنائس نغير، يعني ممكن نعمل محاضرات، ممكن نبث في الاولاد روح جميله، الاسره، التعليم، دور الاعلام، دور الفن. مع حضرتك عاوزين قصص جديده، قصص جميله، قصص بقى تقول روح ايجابيه وافكار ايجابيه تنمي الجيل وتنمي ايه الافكار الجديده. عايزين نقف بجانب سياده الرئيس، يعني في انجازات هو بيقوم بها كبيره، واحنا كشعب لازم نغير من صفاتنا السلبيه واشيائنا السلبيه ونتجه طبعا للتقدم، واحنا اهل الحضاره. ولا ايه يا استاذ مجدي؟ حضاره 7000 سنه، عايزين نرجع مصر تاني ام الدنيا وتكون قد الدنيا. اكيد تقدم البلد هي قد الدنيا. وفي نهايه الحلقه طبعا احنا تشرفنا جدا يا استاذ عوني بوجود حضرتك، قيمه فنيه كبيره جدا، وعاوز حلقات تانية. ونختم ونقول راح فين الخير اللي كان فينا؟ وليه بطلنا نسال على بعضينا؟ ولما نيجي نعاتب حد يقول لك اصل فينا اللي مكفينا؟ ما بقاش حد فاضل حد، ولا بتلاقي حد جنبك وقت الجد. طب العيب فينا ولا كل حاجة اتغيرت من حوالينا؟ يعني عايزين نرجع تاني مع بعضينا، نلم بعضينا ونلم أسرنا ونلم أولادنا حوالينا، ونبعد بقى عن التفكك اللي بقينا فيه، ونبعد شوية عن السوشيال ميديا، وإن شاء الله يوم واحد في الأسبوع نجمع الأسرة، نجمع الأولاد، نرجع روح الجد والجدة والأم والأب، ونلم أولادنا في حضننا، مش طول اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا كلنا بنسميها حاليا وسائل الانفصال الاجتماعي اللي أدت بينا للعزلة والتفرقة. وإن شاء الله هنرجع أحسن وهنرجع زي الماضي الجميل. وإلى أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع يوم السبت القادم، نتمنى أن احنا نراكم على كل خير بإذن الله.